تفضلوا. إذا بدكم تعرفوا سبب مصايبكم ليكو. هذا أخوك على فكرة اللي عم يحكيها؟ أخي مو هذا غريب؟ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. أنا بحياتي ما كنت سبب مصيبة لحدا. أنا كل شي كنت عم ساويه لحتى أحميكم وأحمي هاي العيلة. أنت واحد كذاب. أخرسي ولا حرف. أنت بالذات ما بتفتحي تمك بولا حرف، ولا حرف. لا مجد، لا، بدكم كلكم تسمعوني، بدكم تسمعوني للآخر، لأنه أنا بعرف أنه كلكم مفكرين أنه أنا اللي عملت هالنصبة كلها، بس أنا والله العظيم مثلكم، أنا كمان اكتشفت النصبة لما إجيت لهون، كنت مفكرة حالي بنته لفريد نوح، هو كان بيعرف قبلي، والله العظيم كان بيعرف قبلي، بس أنا كنت خايفة من هاللحظة أني إجي بيوم من الأيام وواجهكم فيها. يا لطيف، عن جد؟ خايفة تجي وتواجهنا؟ قولك انت واللي جنبك نصابة من اللحظة الأولى اللي فتوا فيها لهون، قولك انت عايشة حياتك كلها بالكسب والنصب. مش مزبوط، ميرا ما دخلها، ميرا ما دخلها بالكذبة، أنا وأسير رتبنا كل شيء، ميرا ما كانت بتعرف شيء. وفريد نوح كان مصدق مثل الأهبال؟ فريد نوح ما كان معه خبر إنه ميرا مش بنته، إيه كان مصدق إنه هي بنته. بس انتو فيكم تعتبروا انه ميرا اختكم لانه ربيها مثل ما ربيكم. بس بقى بس، والله العظيم دي كانت واحده كدابه وانا شايف ده من اول يوم. ما انت ازاي تضيع نفسك مع واحده زي دي؟ ها هاني كلياتنا نضحك علينا، بس انا اللي بستغربه انت يا امير، شو كان ناقصك؟ شو قصر معك فريد نوح؟ جاوبني، شو قصر معك لحتى تسرقه والزلمة بيقبره؟ لك انت ايه الفاظك؟ عيب عليك. انت ايه الفاظك؟ كيف عم تحكي مع اخوك؟ سرقت. ما سرقت، وبتحدى بني ادم بالدنيا يثبت علي اني انا سرقت. سرقت ابوك. انا كنت عم حاول وقعهم لهدول التنتين النصابين يلي حضرتك، يعني ما بدي احكي اكثر من هيك. شو عم تحكي انت؟ شو قاعد عم تحكي؟ انا شفت الفيديو بعيوني وسمعت كل شيء. انت طمعان، طمعان، أكلك الطمع من راسك لرجليك، هاي حقيقتك. فيديو ايه؟ هي فيديو؟ احكي يا امير، احكي. اذا ما رح تحكي انا رح احكي. بعرفك ما رح تقدر تحكي. الاستاذ امير لما عم تضحك، الاستاذ امير لما عرف انه الست هون ما لها اختنا وما لها بنته لفريد نوح، قرر انه ينصب عليها ويستغلها، وهذا واضح بفيديو موجود. مو معقول شو طلعت انا شرير، مو معقول شو طلعت شرير انا وعم بلعب على اخواتي. ولك انا متفاجئ انه انت عم تشك فيني. لك هدول التنتين اللي واقفين قدامك ما سمعتهم هذا الكلام اللي هلا عم بتقلي اياه؟ اي نعم، في فيديو ومسجلت لي، بس ليش؟ لحتى وقعهم. عم بلعب معهم بنفس الطريقة اللي صار لهم من انت عم بلعبوها معنا. يا عيب الشوم عليكم كلكم. عم بتكذب وعم تعمل هالشو كله لأنك بتعرف أنك عم بتكذب. هاد كان معه كل الأدلة وكل التحاليل، وكان فيه بكل بساطة يودينا في 600 دهية من أول ما عرف، بس سكت وخبى. طب وانت ليه ما قلتليش كل الكلام ده؟ بدك تسأله لتعرف، لأنه بعد عنده كتير أدلة ما حكيها، قلن إياها. أنت تخرصي خالص، أنت مكانك دلوقتي المفروض يكون في السجن. لحظة لحظة لحظة، إذا بدي فوت على السجن خيكن بده يفوت معي على السجن لأنه كان شريك معنا، عرفت ليه؟ عشان تضحك. الموقف كلها بيضحك والله، كتير بضحك. وجودك بحد ذاته هون معنا بتضحكي، يعني كذاب. خيكن كذاب، هيدا خيكن كان عم ينصب عليكن، هيدا خيكن اللي اكل معكم من نفس الصحن. بس يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على هيك عيلة. على فكرة الجمل اللي قالتهم واللي سمعتوها كاتبتهم مجهزتهم، يعني مو من هلا، من زمان. شفتوا لي؟ ما عاد فيني اتحمل انا يا جماعة. على فكرة قطعتي لي قلبي انت وبنتك. اسمعوا، انا اللي عندي قلته، انا كل هذا الشيء اللي ساويته كرمال شغلة واحدة بس، انه يضل شرف هذا العيلة وسمعتها موجودة بهالبلد وكل الناس بتحلف فيها. مو يجوا تنتين نصابين ما معروف قرعة ابوهم من وين يضحكوا علينا. اذا ضحكوا عليكم ما تضحكوا علي، فهمتوا ولا لا؟ نور،
لو ما أنا وهي قدام أخواتك كلياتهم، لو ما أنا من أول لحظة كنت بعرف وقريت بعيونهم هدول الجوز، طلع فيهم لك، طلع بعيونهم شوف النصب. أمير لو ما أنا لحقتهم وضليت وراهم لحتى عرفت إنه عم ينصبوا، بحياتكم ما كنتوا وصلتوا للحقيقة، بعمركم. أنا قبلت إنه تعطيها 600 مليون وهي توافق عليها لحتى خليهم يتورطوا أكثر. يتورطوا يتورطوا خليهم. إيه أمير أنا معكم، يلا تعالوا نعمل النصب سوا. بس ما بتضحكوا علي؟ ابنهم. بس إخواتي للأسف أنا شايف كأنه في وجوههم صدقة. يا عيب الشوم. تعا 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 دي وين رايح؟ الغلط راكبك من ساسك لراسك، وين رايح؟ وين بدي روح يعني؟ أنا داء خلقي، وعلى فكرة هاي الجمعة كلها ياتا مسخرة بمسخرة. أنا مالي عارفان أصلاً كيف واقفين وعم نتناقش مع بعض بهيك موضوع سخيف. هدول التنتين شايفين عم بيعملوا نصبة جديدة من أول وجديد، وللأسف إنه عم ناخذ ونعطي معهم. ولا حرف كذاب، ولا حرف ولا حرف ولا حرف. أنت بتعرفي منيح إنك كذاب. أنت بتعرفي منيح أنا مش ناوي أكذب. خلاص 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 مسخرة. يلي إله عندي شيء يطلع لعندي لفوق على الغرفة. أنا ما عاد بدي واقف بهالمسخرة هي ولا بدي أحكي ولا حرف. واللي عنده دليل ضدي يتفضل يروح يقدمه. منك الجر. طلع طلع عمي طلع. اغلطي عليه مثل ما بدك، على عيلي لا تغلطي، فهمتي؟ بدي أقول بس شغلة، هي أول مرة بحكي الحقيقة عن جد. أختكم ما دخلت، نور ميرا ما دخلت، ميرا ما كانت بتعرف بشي. عم برجع أقلكم لآخر مرة، هي أختكم، حافظوا عليها.